أهلا بكم مشاهدينا. ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي في أقرب وقت ممكن لحظر تطبيق الفيديو القصير تيك توك المملوك للصين في الولايات المتحدة. الخطوة تأتي تدويجا لمخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن سلامة البيانات الشخصية التي تتعامل معها تيك توك، ومن شأن الحظر أن يمثل ضربة قوية لملاك تيك توك، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات في الأيام القادمة. مراهقان وشاب عشريني متهمون باختراق حسابات شركة تويتر. الحادثة التي أشغلت العالم بما في ذلك حساب الرئيس السابق باراك أوباما والملياردير بيل غيتس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، إذ نشر أحد المتهمين وهو من ولاية فلوريدا يدعى جراهام كلارك البالغ من العمر 17 عاما في 15 من يوليو رسائل طلبت استثمارات في عملة البيتكوين الرقمية، تمكن من خلالها الحصول على أكثر من 100,000 دولار حسب ما ذكر مكتب الادعاء العام، وتم توجيه 30 تهمة جنائية بحق المراهق. دور السينما في موسكو تعيد فتح أبوابها من جديد بعد إغلاق استمر لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة كورونا، وتم اتخاذ تدابير صارمة بين رواد السينما كقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات الطبية وترك مقاعد فارغة بين كل أسرة أو مجموعة من الأفراد للحفاظ على التباعد الاجتماعي. وعلى غرار موسكو، من المتوقع أن تفتح سانت بطرسبرغ وعدد من المدن الكبرى دور السينما في منتصف أغسطس.